كابتن اسامه يمكن، لا مش يمكن، ده الاكيد طبعا، النادي الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه محليا افريقيا عالميا، كاس العالم للانديه، وهو اللي بيرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدوليه او الافريقيه في كره القدم. نجد احترام كبير جدا جدا للنادي الاهلي ومسانده للنادي الاهلي، وبعدين تيجي في الفتره الاخيره بتلاقي مؤامرات ضد النادي الاهلي سواء من الاتحاد الافريقي واللعبه اللي اتعملت علشان النادي الاهلي يلعب في المغرب، وبدل ما نجد مسانده ودعم من المسؤولين هنا لا بنجد العكس تماما. هو طبعا الاتحاد الافريقي احنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده انه خطا كبير جدا انه يتلعب النهائي في المغرب، خاصه ان المباراه ما اتحددتش من الاول. يعني احنا قلنا لو كان الملعب متحدد من اول بدايه القرعه او بدايه دوري المجموعات النادي الاهلي ما كانش اتكلم ولا كان سعى انه يحاول انه المباراه تتلعب في ارض محايده. فطبعا ده كان تعنت من الاتحاد الافريقي، ويعني النادي الاهلي حاول في حقوقه لكن في النهايه زي ما على الاقل المباراه هتتلعب. اما بالنسبه للاتحاد المصري ورابطه الانديه، انا اعتقد انه مش هيبقى جوه تفكيرهم ان هم عايزين يعرقلوا الاهلي، ما اعتقدش يعني، ولكن لابد من المسانده. من الحاجات المهمه في المسانده انه مباراه زي بتاعه يوم 25 لابد انها تتاجل. النادي الاهلي بيلعب مباريات مضغوطه فتره طويله، وانت هترايح تمثل مصر، وطبعا النادي الاهلي بتمثل النادي الاهلي الاول وجماهيره، لكن في النهايه انت بتمثل الكره المصريه، انك بتلعب نهائي بطوله افريقيا للمره الثالثه على التوالي، ونفسك تحتفظ بيها لانه هيبقى تاريخ كبير جدا طبعاً للنادي الاهلي وللكره المصريه طبعا وللكره المصريه. فانا مش عارف ايه السبب انه ليه التعنت انه مباراه زي دي ما تتاجلش، خاصه انه يعني سهل انها تتعوض، هي مباراه واحده، مش مثلا عده مباريات، ده هي مباراه واحده. فعلى الاقل كان يبقى اسبوع او 8 ايام اللعيبه تستعد لمباراه الوداد، لكن هتلعب قبليها بخمس ايام، دي مباراه واحده يعني مش هتفرق يومين ثلاثه زياده. انت يعني مش ماسك الدوري الانجليزي مثلا، ما احنا ما شفنا قبل كده تنازلات كتير. مظبوط، ما هو ده اللي انا بقوله، يعني هي الغريبه ان هي مباراه واحده وسهل قوي تتعوض، يعني ما مش هيبقى فيها مشكله. فنتمنى ان هم يستجيبوا يعني اتحاد الكوره ورابطه الانديه يستجيبوا للموضوع ده زي ما استجابوا قبل كده قبل مباراه الرجاء المغربي، ولانه زي ما قلت في مصلحه الكره المصريه وشكل الكره المصريه لما النادي الاهلي يكسب البطوله بتدي قيمه للدوري المصري، وكل ده في صالح الكره المصريه والدوري المصري يعني. لكن في النهايه انت هتلعب، واذا ما تاجلش المباراه هتلعب وخلاص المباراه في المغرب. فنتمنى ان شاء الله كل التركيز من اللاعبين وطبعا الجهاز الفني، وكل واحد يقوم بدوره كويس جدا، لانك انت بتسعى وبتحارب او بتحاول تجيب حقوقك في اتجاه، لكن الاتجاه التاني لازم يبقى ماشي في الطريق السليم بتاعه بدون اي ضغوطات خارجيه، يحاول يبعد الناس عن الضغوطات ديت اللي هم اللعيبه اللي هم في الاخر هم سلاحك جوه الملعب. واعتقد انه لعيبه النادي الاهلي يعني حتى بالذات المجموعه القديمه شويه عندهم من الخبرات ان يقدروا يعني حتى غير الجهاز الفني والاداري وكده، طبعا اكيد هيبقى لهم دور كبير، ولكن لعيبه زي وليد سليمان زي الشناوي زي السولية زي كل المجموعه اللي هي القديمه دي تقدر هم نفسهم يقعدوا مع زمايلهم ويبعدوا نفسهم عن الكلام ده، ما يخشوش فيه هم خالص، وده مسؤوليه مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين هم اللي بيخشوا وبيحاولوا يجيبوا الاصلح للفرقه يعني. فنتمنى التوفيق ان شاء الله، وان اتحاد الكره يستجيب، وفي الاخر ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب، وياما كسب خارج ملعبه وخدنا بطولات كتيره جدا خارج ملعبنا، وان شاء الله يكون التوفيق
في يعني توفيق يكون حالفنا ونجيب البطولة الثالثة على التوالي، لأنه تاريخ كبير قوي يعني إن شاء الله.